يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب. اليوم راح نبدي نشرح عن محاضرة جديدة بعنوان Stability, Retention and Relapse. إذا أريد نعرف Retention شنو هو، فهذا الريتينشن يعني انه بعد ما ورا ما كملنا العلاج مع البيشنت وخلصنا تعديل الاسنان، فلازم انه الاسنان نثبتها في مكانها الجديد على القليل لمدة 6 أشهر او 8 أو سنة، سمتايم اكثر من سنة حسب الكيس اللي اشتغلناها حسب السيفيريتي مالته. فاذا اريد نعرف الريتينشن شنو هو، نقول the holding of teeth which had been moved at orthodontic treatment in ideal aesthetic and functional position. يعني ورا ما حركنا الأسنان بواسطة الأرثودونتيك تريتمنت وصلناها إلى مكانها المضبوط والصحيح من ناحية الأستيتيك، من ناحية الجمالية ومن ناحية الفانكشن، فلازم نثبتها في مكانها الجديد لمدة بالقليل 6 أشهر حتى يبني حواليها عظم. وطرق التثبيت راح نشرحها شوية شوية. فالسلايد الأول هو تعريف للريتينشن. ما هو الريتينشن؟ فعرفنا الريتينشن قلنا هذه الأرثودونتيك تريتمنت ورا ما خلصناها اللي هي تكون نوعين، أكتيف تريتمنت وراها نحط الريتينشن. السلايد الثالث يقول when the appliances are removed an important stage lies ahead that is retention. اذا يقول ورا ما خلصنا التريتمنت باي ريموفابل ابلاينس، سواء ريموفابل او قصدي باي اورثودونتيك ابلاينس، سواء باي نوع من انواع ريموفابل فيكسد مايو فانكشنال، وراها لازم يمر البيشنت والكيس اللي عالجناها في حاله من الريتينشن. هنا المحاضره مالتكم تقول the causes of relapse. relapse هو يعني فشل العلاج التقويمي. relapse يعني رجعت الحالة كما كانت قبل العلاج، معناها فشل. relapse هو failure of orthodontic treatment. فهنا عندنا relapse هو نتيجة فشل العلاج. فالريتينشن هو يعني الريتينشن احنا لازم نثبت الأسنان لمدة كافية بعد ما نعالجها تقويميا. إذا ما سوينا هالخطوة راح يصير عندي ريلابس. فيقول أسباب الريلابس شنية، يعدد لكم إياها بالمحاضرة 9 نقاط. أول واحدة هي failure to remove the cause. مثلا أكو super numerary teeth tooth أو teeth impacted in the midline وإحنا ما ندري، ودا نجي نريد نسد السنترال دياستما، نسدها ونشوفها تقربت الأسنان وراح الفراغ بيناتهم in the midline، وأول ما نشيل الأجهزة ترجع مرة ثانية تنفتح الأسنان، أو بعد 2 3 شهور يرجع لنا البيشنت يقول انفتحت مرة ثانية. فهو السبب شنو؟ انه مثلا ما اخذنا اكس راي، الدايجنوستس مالتنا ما مضبوط، ما نعرف اكو سوبر نيوموراري توث امباكتد جواهم ان ذا باليتال سايد اور ليبيالي، واجينا سوينا التقويم راسا فصار عندنا فيلير. السبب وين الفشل مالتنا وصار ريلابس عندنا؟ انه فيلير تو ريموف ذا كوز، ما شلنا السبب. النقطة الثانية يقول incorrect diagnosis and failure to properly plan treatment. جينا خلينا خطة مالتنا حطيناها وبدينا نشتغل وهي مو الخطة الصحيحة. فإذا من الأول كان فحصنا بخطأ ما متوصلين إلى السبب الرئيسي، ما شلنا السبب الحقيقي، وجينا بدينا سوينا تريتمنت رأسا ففشلت عندنا ورا فترة لأنه الدياجنوسيس مالتنا ما مضبوط، أو خطة العلاج اللي خليناها مو هي الخطة الصحيحة المناسبة لتلك الحالة حتى تعدلها. فمثلا نخلي مايو فانكشنال ابلاينس وهو متعدي صاير عمره 20 سنه لابو كلاس 3، زين هذا لو قد ما راح نظل نشتغل ما راح يفيدنا لان الجروث وقف والبون وصلت الى مراحلها الاخيره. فبعد لو قد ما نحط له يعني نستعمل الاكسترا اورال تراكشن اور orthopedic treatment ما راح تنطيني نتيجة. النقطة الثالثة يقول lack of normal cuspal interdigitation، يعني احنا عالجنا الأسنان وعدلناها لنفرض فكينا الكراودينج اللي موجود بالحالة، فكينا الكراودينج وهي كلاس 2 عندي انتيريورلي، فما خليتهم الكناين ان كلاس 1 و
ال posterior teeth في حالة ال cusp to fossa relationship, وanteriorly عندي overbite overjet كافي وحسب الطبيعي وهو النورمال. شلنا الأجهزة قلنا ها هي خلصنا تعدلت الأسنان صارت حلوة شلناها ورا فترة نشوفها ترجع كما كانت, أنه نتيجة ما عندي intercuspal relationship between the teeth يعني الأكلوجن ماتي ما مضبوط. النقطة الخامسة incorrect size arch and harmony, يعني مثلا class 3 عندي وسببها أنه narrowing بالupper arch, فالمفروض أني أسوي expansion للupper arch وأرجع lower arch إلى وضع الطبيعي. فإذا سويت incorrect expansion شوية وعفته وظلوا أكو disharmony between arch size upper and lower راح ترجع كما كانت ورا فترة. النقطة السادسة incorrect axial inclination, احنا قلنا لكل tooth إلى axial inclination, مثلا lower teeth لازم تقعد on right angle on the mandible, يعني دائما تكون بصورة صحيحة حتى لا تروح لينجوالي ولا تطلع ليبيالي, والأبر أنتيريور تيث لازم تكون إنكلايند ليبيالي ليتل بيت, وأكو بيناتهم زاوية between the upper and lower لازم دائما حافظ عليها فحتى لا يصير عندي فيلير. فإذا صارت incorrect axial inclination of any tooth راح يرجع كما كان, لأن المصل واللبس والشيك ترجع المصل فورس ترجع إلى وضع الطبيعي والتانج من الداخل فيصير عندي فشل بالتريتمنت. النقطة السابعة failure to manage rotation, سويت دي روتيشن للتوث بس ما كملت باقي الخطوات حتى أثبت الروتيتد توث في مكانه ووضعه الصحيح, فلازم أتبع باقي الخطوات اللي نعرفها إحنا و نثبته فترة أطول حتى لا يرجع مرة ثانية الإلاستيك مالت البريودنتال ليجامنت أند فايبر اللي تحيطه هي تحاول ترجع إلى وضع الطبيعي, فهذه لازم أسوي لهم داي سكشن وحتى تنبني بريودنتال ليجامنت أند فايبر في الوضع الجديد وليس على القديم تبقى. النقطة الثامنة improper contraction, هذه improper يعني دا أريد أسوي مثلا أريد أسوي الواحد من الأرشات أضيقه حتى يتوازن ويا الأبر, فإذا improper كانت الخطة مالتي ما مضبوطة ما مناسبة ما كملتها فرح يرجع إلى وضع طبيعي ويصير failure بالتريتمنت وأسميها relapse. النقطة التاسعة tooth size disharmony, إذا كان عندي عدم تناسق بحجم الأسنان الأبر شكل اللور شكل وعندي أو العكس, فأني إذا ما عندي تناسق بالتوث سايز ويا الأرت سايز فراح يصير عندي فشل بالتريتمنت. هذه 9 نقاط لازم تحفظوها وتعرفوها هي من أسباب ريلابس يعني فشل التريتمنت. هسه بالنسبة للسلايد سوري سلايد رقم 5 يقول why is retention necessary, احنا هذه السلايدات هي تشرح أيضا نفس النقاط هذه causes of relapse بس بطريقة أخرى. نسأل why retention is necessary, شوفوا طريقة السؤال, إما نقول why is retention necessary للأسباب التالية أو نقول the causes of relapse سبب الفشل شنو هو. فهنا بالنسبة إن سلايد رقم 6 يقول the balance of muscle forces of oral maxilla system have been the balance of muscle forces of oral maxilla system have not been achieved, يعني ما راعينا انه المسلز اللي تحيط الاورال كافيتي بالنسبة للماكزيلا or mandible نسميها oral maxilla system انه ما راعيناها ما حسبنا حسابها, هل انه راح ما سوينا لها ريليف اذا اكو عندي sometime مثلا اللور ليب يطلع على البيشنت تغطي الأبر, ما حسبنا حساب هذه اللي ما عالجناها ما عالجنا المصل اللي تحيط بالأسنان, فأيضا هذه من أحد العوامل اللي تسبب لي الفشل في العلاج. لازم نشوف الليبس التشيكس هل هن سبب دي يسوون عندي
الكيس ده تصير وورس، فلازم أحسب حساب المسلز والسوفت تيشو اللي تحيط بها أو التانج من الداخل. هل أنه إذا أنا سويت مثلا سويت كولابس للماكزيلا وعندي التانج حجمه كبير، فراح يرجع ماكزيلا يفرش أو الماندبل يفرش مرة ثانية لأن نتيجة دفع اللسان المصل هي في داخل الكافيتي أو الكافيتي مصل كبيرة راح ترجع تفرشها مرة ثانية وتسبب ريلابس وفيلير بالتريتمنت. السلايد الثاني اللي رقمه 7 يقول reorganization of the periodontal and gingival tissue، وهذا اللي قلناه أنه periodontal periodontal ligament and fiber اللي تحيط بالسن موجودة بالسوكت وهي اللي تشلب بي، فممكن إذا سوينا rotation للتوث ترجعها إلى ما كان عليه، فلازم نحسب حساب periodontal وgingival tissue اللي تحيط بالسن ونعالجها حتى نضمن ما يصير عندي relapse. السلايد الثامن يقول occlusion واللي قلنا عليه هذه lack of normal كاسبال انترديجيتيشن اللي هي رقم 3 بالمحاضرة عندكم، وهنا أيضا هو رقم 3 يقول occlusion balance has not been established، يعني ما سوينا normal كاسبال انترديجيتيشن، ما وصلنا للكلاس 1 والنورمال كاسب تفوسة حتى نقول قفل الاوكلوجين ومستحيل بعد يصير عندي ريلابس. النقطة الرابعة إذا أكل patient عنده oral habits have not been corrected، يعني إحنا ما وقفنا oral habit bad oral habit، ما وقفنا العامل الرئيسي لخربطة الأسنان وجينا سوينا تقويم أسنان بدون ما نعالج السبب، فرح ترجع الأسنان كما كانت عليه إذا استمر البيشنت على الهابت ماته وما وقفها فيسبب لي ريلابس. النقطة الخامسة occlusion change related to growth، نقطة جدا مهمة هي عملية الجروث. أنا عالجت البيشنت عمره 6 سنوات أو 7 ومستمر عند النمو إلى 18 عمره 18 أو 20، أنا ما حسبتها بحساباتي، فأجيت وسويت له treatment inside the oral cavity وما حسبت حساب الجروث ايش راح يصير بمستقبلا لجهلي بهالمعلومات، فالجروث من راح يكمل مستقبلا خصوصا بكلاس 3 راح يسوي worse in the case، فلازم احسب حسابه انه هذا من يوصل 18 او 20 ايش راح يصير بي، فاذا صار بي ريلابس اكيد ايوه نتيجه انه الجروث كمل عنده، فمن اجاني بعمر 20 صاير عنده ريلابس والاسنان راجعه متخربطه مره ثانيه. شوفوا أعزائي الطلاب أكو بالمحاضرة هذا الدياجرام جدا مهم لازم تحفظوه وترسموه وكلش مهم، هو اللي يربط لكم 4 عوامل هي اللي تسبب لي الريلابس، فهنا موجودة بشكل مستطيلات ومن أهمها يقول هي الجنجايفال أند بريودنتال، العامل الآخر سوفت تيشو فاكتر، العامل الآخر الكلوزال فاكتر، والأخير هو الجروث اللي شرحناها بالسلايدات واللي حكيناها. هنا أكمل لكم بالمحاضرة تعريف الريتينشن يقول is the final phase of active orthodontic treatment، احنا مو قلناها هاي اخر شيء ورا ما خلصنا active orthodontic treatment وعدلنا الاسنان راح نسوي retention للاسنان لمده 3 اشهر 6 اشهر سنه حسب الكيس، فيقول where the teeth have maintained in a healthy functional and aesthetic position. التعريف الاولاني يعني اول ما بدات المحاضره قال it's the holding defined as holding of the teeth in idealistic and functional position، هنا نفس الشيء يقول هو the final phase، تكملون التعريف تقولون it's the final phase of active orthodontic treatment where the teeth have maintained in healthy functional and aesthetic position، تكمل التعريف الأول لما توصل الأسنان في مواقعها الطبيعية حتى يستعملها البيشنت للفانكشن للأكل ومضغ الطعام وتقطيعه وكذلك أيضا لتحسين مظهره وابتسامته، فهو for aesthetic and functional الموقع الأخير اللي وصلت له الأسنان حتى يحصل البيشنت منه، إذا في ميل هي غايتها aesthetic أكثر شيء خصوصا الانتيريور تيث، إذا أكو عندي يعني severe
مال بوزيشن تيث البيشنت يريد ياكل يريد يعض يريد يقطع، فاذا انا راح اعدل لي اياه حتى يحصل على فانكشن مضبوط. فنقول هي the final phase of active orthodontic treatment where teeth have maintained in a healthy functional and aesthetic position. هاي تكملة للتعريف الاول، ضروري تكملون تعريفكم. وإذا يجيكم سؤال the etiology of relapse ممكن أنه تعددوهن أو ممكن تسووا لي هذا الدياجرام، أعتبر الإجابة كاملة. هنا بالمحاضرة يقولكم retention is necessary for three main reasons. The three main reasons شرحناها هنا وشرحناها بالسلايدات، هي قلنا أول واحد هو gingival and periodontal. النقطة الثانية the teeth may be in an inherited unstable position، يعني طالعة في مكان غير مكانها الصحيح لذلك أنا أعدلها، وأخذ في نظر الاعتبار the pressure constantly produce a relapse tendency، يعني ال pressure اللي يسلط عليها من المسلز والليبس والتشيك راح يؤدي sometime إلى relapse وفشل عملية التقويم، فأخذ بنظر الاعتبار الصوفت تشو اللي تحيطه. نقطة ثالثة هو changes produced by growth. الgrowth جدا نقطة مهمة وقلنا لازم ننتبه لها. وأيضا أكو عندي diagram differential jaw growth يبين لي الgrowth إيش راح يأثر على العملية التقويم وشون بالأخير من أشيل الأجهزة شو راح يصير عندي الريلابس. فهنا تحفظوها أيضا وتحفظون الدياجرام أيضا جدا مهم. بالنسبة للمحاضرة مالتكم أكو موضوع يقول the basic theories of relapse and retention، يعني شنو هي القواعد اللي راح أخليها ببالي حتى أمنع الريلابس وأحصل على retention وأسنان قعدت كل شيء في مكانه ويا أمد الدهر يعني إلى نهاية العمر. بالنسبة للpatient هذه جدا ضرورية لأن يريد يحصل على نتيجة مضبوطة ودائمة، مو ورا سنة تتغير أو ورا 5-6 سنين ورا ما ينتهي الجروث ترجع تتخربط مرة ثانية. فشنو هي القواعد اللي أخليها ببالي حتى أسوي شغلة مضبوطة وما يرجع ويصير بها فيلير. أول نقطة يقول teeth that have been moved tend to return to their former position. هاي نقطة نخليها ببالنا كلنا. مثلا الكناين كان ليبيا اللي طالع فوق وجبته من الليبيال وصاير فوق اللاترال ومشيته ونزلته وخليته مكانه المضبوط، فهذا ورا فترة إذا ما سويت له ريتينشن كافي تحاول هذه الأسنان الكناين يطلع ليبيالي مرة ثانية. فإذا دائما have been moved tend to return to their former position، نقطة نخليها في حساباتنا. النقطة الثانية elimination of the causes of malocclusion should aid in the retention of its correction. أشيل السبب الرئيسي اللي خلاها يصير بها malocclusion مثل ما قلنا إذا أكو impacted tooth، إذا أكو supernumerary tooth جواها، إذا أكو سيست أشيله وأرجعها مكانها حتى تبقى في مكانها الصحيح. النقطة الثالثة over correction of a malocclusion is a safety factor in retention. إذا أسوي دائما over correction يعني بدال ما هذا rotated tooth بدال ما أسوي له 6 أشهر وأتركه لازم أحسب حساباتي أخليه مدة أطول أخليه 9 أشهر أو أخليه أكثر من سنة وأسوي له precisional detachment of periodontal ligament and fiber وأضمن للمستقبل أنه ما راح أشيلهن ما راح يرجع ويفتر مرة ثانية ويصير failure بالtreatment or relapse. فأسوي over correction أخليه أطول من المدة اللي يحتاجها باقي الأسنان حتى لا يرجع مرة ثانية يصير عندي relapse and failure of the treatment. النقطة الرابعة occlusion is an important factor in retention. هاي قلناها الأوكلوجين المضبوط قفل الأسنان كسب تفوسة هذه كلش مهمة حتى ما ترجع بعد مرة ثانية الأسنان تتخربط لأن قفلتها مثل الأسنان المشط من تدخل مع بعضها، فإذا أي خطأ بها راح تحاول تدفر الباقيات وتخربطهم إما تطلع من الأرش إما يصير إنكلينيشن مالتهم ما مضبوط. فأضمن أن الأوكلوجين ماتي قواعد الأوكلوجين كلاس 1 مضبوطة حتى بعد ما ترجع. النقطة الخامسة bone and adjacent tissue must be allowed to recover
reorganize around of a newly positioned teeth. إيه فهذه النقطة عدة مرات شرحناها أنه ننطي مجال للبون والsoft tissue والperiodontal ligaments and fiber والجنجيفة تأخذ مكانها الصحيح ورا ما نعدل الأسنان ونحركها فننطيها فترة كافية تنمو حوالين هذا السن وتصبح في وضعها الطبيعي يلا نشيل من عندهم الأجهزة التقويمية. النقطة السادسة lower incisor must be placed upright over the base of the bone. هاي نقطة جدا مهمة يعني باللور جو دائما دائما نحاول نشوف أو نحط اللور انتيريور تيث الانسايزرز نخليهم في وضع عمودي على البيزل بون على اللور بون دائما حتى نحصل على اوكلوجين مضبوط. النقطة السابعة correction carried out during period of growth are less likely to relapse. دائما يقول إذا سوينا تعديلات وكان عند البيشنت نمو ودن نمشي وياه شوية شوية مثلا نبدي بـ myofunctional appliance or extra oral appliances ونمشي وياه ويا الجروث مالته فبما أنه إحنا على كيفنا وبطيئين ويا الجروث مالته فالتوقعات اللي راح نشوفها من يصير أدلت ومن يكبر or relapse ما راح يصير عندي هالقد فأضمن أنه هاي الخطة مالتي ناجحة لأن مشيتها ويا الجروث فترة الجروث مالت البيشنت. النقطة الثامنة the further teeth have been involved the less the likelihood of relapse. يعني كل ما أخذ التعديل مالتي مثلا مو بس أخذ الانتيريور تيث وأسكت بينما إذا أروح على البوستيريور في حالة كلاس 2 أروح على البوستيريور وأعدلها فراح تثبت عندي كلها في حالة كلاس 1 سواء انتيريور أم بوستيريور سواء الكناين الطالع ليبيالي أو كراودد تيث راح أثبتها كلها في مواقعها الأصلية فراح أضمن أنه الحالة راح على المدى البعيد راح تبقى مستقرة وثابتة وفي وضع صحيح. النقطة التاسعة يقول arch form شكل الارش جدا مهم particularly in the mandibular arch cannot be permanently altered by appliance therapy. عندنا احنا اللور arch دائما يكون ثابت تقريبا ما نقدر نغيره لان راح يتحكم به lips and cheeks من outer side والtongue inside. فش قد ما نحاول نغيره sometimes نحاول نسوي expansion باللور جو إذا كانت اللبس والتشيكس تأثيرها كلش قوي من الأوتر راح يرجع يصير بي contraction ورا فترة بس أكو طرق أخرى أخليها مثلا الفيكست ريتينر حتى لا يرجع ويصير بي كولابس مرة ثانية أكو طرق أخرى نعالجها بي إذا أتوقع هاي الكيس راح ترجع ورا فترة ويصير بيها كولابس فطريقتي بالعلاج وطريقتي لشون أحافظ عليه وشلون أستعمل الريتينشن نوعه حتى أتلافى الريلابس مستقبلا حتى لا يرجع البيشنت يسوي علاج من جديد وراء 10 أو 15 سنة هاي جدا ضروريات نعرفها وهسه هنا بالمحاضرة مالتكم يقول altering the original arch form increases the risk of relapse تمام كل ما أحاول أغير الارش شكله وحجمه سواء أوسعه أو أضيقه راح ينطيني ريلابس قابلية الريلابس ممكن كلش هواية واردة studies have shown that من العلماء قاموا تجارب وسووا وشافوا أنه أربع نقاط توصلوا إليها أول وحدة هي mandibular intercanine width cannot be increased except in clearly defined situation. أكو عندكم سلايد رقم أربعة بالpresentation. شوفوها intercanine distance بالماندبل حاطيلها خط وهي هاي اللي نقصد بها أنه الويث مالتهم بالcrowded teeth الويث بالintercanine distance يعني من الright canine to the left canine لما تكون صغيرة المسافة وحاول أوسع المانديبولر arch يعني أسوي لك expansion شوفوا الانتركناين ديستانس زادت بس لازم أحافظ على هاي ما أتركها لأن ورا فترة ممكن المسلز ترجعها اللي هي cheek واللبس فهذه نقطة A نقطة B بالمحاضرة يقول premolar width خلصنا من الانتركناين اللي هي تعتبر بالانتيريور ريجين بالpremolar width can be increased approximately 2 mm
and be confidentially accepted to remain stable. أزايدها بالبريمولر يعني بداية البوستيريور ريجن أزايد بس 2 مليم أخلي في حساباتي زيادة مات 2 مليم أعتبر هذا ثابت وما راح مستقبلا يصير بي كولابس أكثر من هذا مستقبلا يرجع إلى مكانه الطبيعي وأفقد هذه الإكسبانشن سويته وتصير فيلير بالتريتمنت. النقطة C مولر ويث راح نروح على البوستيريور مولر ويث cannot be increased مستحيل أقدر أسوي expansion بالposterior teeth في منطقة المولر unless buccolingual axial inclination are being corrected ما أقدر أسوي expansion بالposterior teeth منطقة المولرات ما عدا أعدل الانكلينيشن مالت المولرات أعدلها labiolingual شوية راح تنطيني expansion حتى أتلافى الكروس بايت ويا الأبر النقطة دي arch length will decrease throughout the life. نقطة نخليها في بالنا. ممكن أنه يزيد طول الـ arch ويا تقدم العمر. Primarily before the age of the 30 years. إحنا نقول لحد 18 يوقف النمو بس ممكن أكو بعد زيادة لحد 30 بحيث إحنا نقول اللي ما طالع لهم الـ impacted 8 الثيرد مولر ممكن نتوقع في عمر الثلاثين يطلع فنصبر عليهم لأن أكو ليتل بيت بعد أكو جروث ونمو ليتل فيري 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 ليتل فإحنا هنا أنا يقول لك إذا نريد نسوي شوية نكريز ذا لينثينج أوف ذا آرش راح ننتظر إلى أن يوصل عمره 30 يلا نقول بعد ما بيها مجال نبدي بذاك الوقت نسوي عمليات حتى نحصل على الشيء المطلوب ونعدل الكيس مالته. This generally manifests the uprightening of incisor, increasing the inter-incisal angle, a crowding and displacement of anterior teeth, and recurrence of rotation. هذه كلها تفسر لنا أنه the uprightening of the incisor will increasing of the inter-incisal angle, يعني يقصد between upper and lower, while crowding and displacement of anterior teeth, and recurrence of rotation. كلها تفسر لنا إياها هذه العمليات. لو نرجع على السلايدات نشوف سلايد رقم 12 شو يقول؟ يقول planning of retention يعني لازم لي قدام أنا خليت البلان مالتي وراح أستمر بيها. فيقول permanent retention is justified in patient with cleft lip or pellet. A prosthesis may be used as a retainer. هذه في حالات معينة لازم يستمر وياهم الروتينر اللي هي احنا راح نخليه كآخر خطوة بعد انتهاء الأورثودونتيك تريتمنت. بس by the way ما طول عبرنا عليها يقول لك أبو الكليفت ليب أند بلت لازم دائما نخلي في حلقة هذا الروتينر ما نشيله من عنده. A prosthesis هو عملية صناعية إضافي يعني خارجي لازم نحط الهيا دائما على مود يساعده بس سلايد رقم 11 لو نرجع شوية هنا أنا سلايد رقم 11 يقول planning of retention planning يعني خطتنا للريتينشن اللي راح نخليها شنو هي بها عدة نقاط تتضمن الأولى يقول essentially full time for the first 3 to 4 months هذه أنواع الريتينشن وشوفوا essentially أكو قسم منهم يراد لهم full time retention ونركزها أكثر شيء بالأول 3 أشهر إلى 4 أشهر وأكو قسم منهم continued on a part time basis for at least 12 month يعني لمدة سنة to allow time for remodeling of the gingival tissue هذه يستعملوها لمدة سنة بس بالليل مثلا إذا عندهم دوام وطالب رايح المدرسة يستعملها بس بالليل لمدة سنة كاملة و النقطة الأخيرة هي if a significant growth remain يعني بدينا به هو صغير واستمر إلى عمر 20 أو 30 سنة معناها مدة طويلة فيستعمله part time until completion of the growth مو دائما يستعمله مو دائما يخلي part time أكثر شيء إحنا نقوله بالليل يعني ما أكل لا أكل ولا حكي ولا استعمال للأسنان فنقوله بالليل استعمله هذه أنواع الريتينشن
والتايم مالته. أقل وحدة هي نقول له for 3 months to 4 months لازم تستعمله بعد ما ينتهي العلاج. مو نقول له هي خلصت روح. يعني خصوصا إذا أكو مثلا female مستعجلة وراها زواج وراها سفر تريد تشيله، فنقولها بالقليل البسيط 3 إلى 4 أشهر وبصورة مستمرة حتى ينطيني البناء والبريودنتال سيربيري أورغانيزيشن يلا تشيلي، وإلا ترى تعتبر فيلير ويصير ريلابس وكل شغلنا يروح حرامات. فهذا هو اللي يحكي سلايد رقم 11. سلايد رقم 12، احنا خطتنا للريتينشن هي اللي مهمة، فنقول permanent retention is justified in patient with a cleft. هاي قلناها، هذا permanent يسموه، ذولاك كلهم كان removable نستعملهم لمدة 3 أشهر 12 شهر أو بس أثناء اللي ذولاك removable. أكون عندي نوع fixed، هذا الفيكست لازم نستعمله على طول، وأبل الكليف ليب أمبلت يستعمل البروستيسيز يعني الصناعي يستعمله دائما إلى أن يكمل النمو مالته. Now the factors slide رقم 13 يقول the factors important in the planning of retention. شنو هي الفاكتورز اللي راح اخليها بدماغي؟ وهو هاي تعضيد للمحاضره، يقول اوريجينال مالكلوجن اند بيشنتس جروث باترن. مثل ما قلنا ننتبه على الجروث مالت البيشنت شلون، هل هو كلاس 2 كلاس 3، ايش راح اسوي من يوصل عمره 20، من راح يصير 30، ايش راح يصير بي، اخليهن في بالي. النقطه الثانيه ذا تايب اوف تريتمنت بيرفورمد، يعني ايش اسوي له، ايش راح اعالجه، شلون اسوي له اكسبانشن، اسوي له اكستراكشن، أسوي له جست أعدل الأسنان. النقطة الثالثة هو the type of retainer اللي راح أخليها اللي هو ثابتة اللي هو متحركة اللي هو أبو 3 أشهر. النقطة الرابعة duration and retention، شقد راح أستعملها، فترة التثبيت retention شقد هي. فهذا اللي يسبب عندي اختلاف بأنواع الريتينر. سلايد رقم 14 نحكي عن الريتينر اللي هما ممكن يكون removable, fixed and active retainers، يعني ينطينا الشغل وبالإضافة إلى كونه retainer. إذن ثلاث أنواع عندي رئيسية. راح نحكي هسه عن removable retainer. يقول هاولي، هذا سلايد رقم 16، من أنواع removable retainer دائما نستعملها وبصورة جدا شائعة هو الهاولي retainer، أو نسوي له modification شوية، أو sometime نخلي بي أكثر من، يعني بعدني شوية داري أعدل الأسنان سواء lower or upper anterior teeth أسوي wrap round retainer أو positioner as retainer، أخلي مكانه استعمله كretainer. فهذه الصورة سلايد رقم 17 يبين لكم هذه الأنواع، يبين لنا أكو نوع العادي اللي نستعمله هاولي ريتينر، وشوفوه بالملزمة بالعملي هذا جدا مهم. آخر مرحلة بالتريتمنت وصلت الأسنان كلاس 1، أخلي آدمز on the sixes وأخلي سي كلاس on the canine بالانتيريور ريجين، وأخلي الهاولي آرش on the anterior teeth من الكناين للكناين حتى يلزمها مكانه، والأكريليك يغطي كل الباليتال سايد حتى يثبت في مكانه. وممكن أسوي موديفيكيشن للهاولي، هاي عندكم منها مسوي سولدرينج على الآدم بريج، أو نسوي بموديفيكيشن أخرى حسب الكيس مالتي إذا تستوجب. شوفوا السلايد رقم 18، هذه أيضا مسوي له موديفيكيشن حتى يكمل العلاج. بعدني الانتيريور تيث الأبر صاير بيها بروكلينيشن، أريد أكملها أسوي لها ريتروكلينيشن وأسد السبيسز اللي بيناتهم. هذا child عمره 6 year، بعد عنده نمو، بعد عنده أسنان ده تطلع، فأخلي له الهاولي ريتينر وأسوي أحسب حساب الانتيريور تيث، بعدها أريد أرجعها باليتالي فأشيل من الأكريليك أفرغ behind the teeth حتى ترجع الأسنان براحتها. هذا راويكم سلايد رقم 19، راح نحكي عن الراب راوند، وهذه رقم 20 سلايد. السلايد رقم 20 هو اللي راويكم راب راوند، يعني أجيبه ليبيالي وأدخل لينجوالي، يلزم الأسنان من برا ومن الداخل حتى أضمن أنه ما راح تتغير مواقعها أو إنكلينيشن مالتها راح تتغير. البوزيشنر أز ريتينر اللي هو هذا سلايد رقم 22، راح يبين لكم اياها قطعة من الأكريليك من برا ومن الداخل تحيط بالأسنان، نسميه بوزيشنر يلزم الأسنان في مكانه. سلايد رقم 23 الفيكست،
فيكس ريتينر، فيكس كاناين تو كاناين، هذا نوع ريتينر نحط واير، وهسه اراويكم اياه بالصور. واكو فيكس لينجوال ريتينر بس من الداخل. فهذا الوراء السلايد رقم 24 هو راح يبين لكم اياه. اول واحد خالين باندات من الكناين للكناين، وبار فد بيس اوف واير نحطها ملحومه على الباند من الكناين للكناين حتى تلزم الانتيريور تيث. النوع اللي جوا هو الفيكس الجديد اللي يخلوه يستعملوا لايت كيور فولينج على مود يثبتوا فقط من الداخل، ما راح يبين اي شيء من جهه الليبيال سايد ولا ياثر على الاستاتيك. أكو بالمحاضرة عندكم موضوع يقول length of retention period، يعني أكو كل كيس تختلف عن الكيس الثاني إيش قد راح أستعمل لها الفترة للتثبيت، هاي جدا مهمة تعرفوها. أكو كيسات ما تحتاج retention لازم تحفظوها، اللي هي cross bite والنقطة B dentition treated with serial extraction، والنقطة C correction achieved by retardation of maxillary growth once the patient has complete growth. فهذن الحالات ثلاثة، وتلحقهم حالة رابعة اللي هي dentition in which teeth have been separated to allow for previously block out teeth. فأكو عندني هي هاي الحالة انه sometime يعني السن طالع ليبيلي واريد ارجعها، اما اسوي له سبيس شوي اسوي سلايزنج ان بتوين ذا تيث اذا كان قليل طالع لي برا، واذا لا هواي مثلا اشلع البريمولر وارجع مكانه. فهذه الحالات يقول لك هذه ذير از نو نيد فور ريتينشن، اللي هي الكروس بايت الاي والبي اللي قلناها اللي مسوي لهم سيريال اكستراكشن، والسي اذا عدي سويت correction by maxillary growth يعني دا شوية شوية ويا البيشنت أطول مدة ويا إلى أن ينتهي الجروث مالته، والنقطة D dentition in which teeth have been separated. النقطة الأخرى زين، هسه إذا عندي النوع الثاني اللي هو أسميه limited retention، هذا لمدة محددة أستعمله. limited في حالة class 1 non extraction، عندي class 1 وما شلعت أي شيء بس عدلت الأسنان سواء كان بيها spacing or anterior teeth صاير بيها proclination عدلتها or protrusion عدلتها ورجعتها، فهاي limited retention لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر حسب الكيس. وش قد رجعتها أنا؟ رجعتها 2 مليم or 6 مليم، أم 6 مليم تحتاج فترة أطول. النقطة B في حالة class 1 and class 2 extraction cases، إذا سويت extraction cases أنطيها مدة كافية يثبت الكناين جبت حطيته بمكان البريمولر، فأنطيه مدة كافية يبني حواليه bone and periodontal ligament and fiber، يلا أشيل الretention appliance من عنده. النقطة C early correction of rotated teeth، واي حكينا عن rotated وقلنا نخليه مدة كافية وأطول من الباقين حتى يبني حواليه periodontal fibers جديدة. النقطة D cases involving ectopic eruption or the presence of supernumerary teeth، أيضا حكينا عنها إذا هو السن طالع في غير مكان أو أكو جواه supernumerary teeth فهذا يحتاج لفترة أثبته في مكانه الجديد. النقطة E corrected deep bites، في حالة deep bites من أفكها أيضا أنطيها سويت intrusion of the lower teeth أنطيها فترة كافية لأن تبني في مكانه. النقطة F class 2 division 2 اللي هي بيها retroclined upper central and proclined the lateral وبها deep bite يصير و decrease بالover jet. فهذه أنطيها limited retention period إلى أن تبني في وضعها الجديد. النوع الثالث أسميه permanent or semi-permanent retention، هذا أيضا بنقاط أربعة. والدياجرام اللي سوري هسه هذا البيرمننت ريتينشن او سيمي بيرمننت ريتينشن ايضا باربع نقاط. البيرمننت ان ماني كيسز تو مينتين اكزيستينج استاتيك اكستراكشن ماي نوت بي دان،
فإذا استعضينا عن الإكستراكشن راح نحاول نسوي لها تريتمنت نوصلها إلى كلاس 1 فنستغل النمو فنطول وياهم فترة طويلة. The only way to create space in such cases is through expansion. إما نسوي لهم expansion إما نستغل growth. These cases especially in the mandibular arch require permanent or semi-permanent retention. فنطول وياهم خلق especially بالmandibular arch فتاخذ فترة طويلة. النقطة B cases of considerable generalized spacing اللي عندهم spacing لنطول وياهم فترة إلى أنسد كل الفراغات ننتظر الآتي يطلع ننتظر الأسنان نعدلها حتى ويا النمو على كيفنا إلى أن تتعدل. النقطة C severe rotation or severe labiolingual malposition هذولا أيضا الحالات تحاول الإلاستيسيتي أو periodontal ligament and fiber تسحبهم ترجعون مكانهم الأولاني فإحنا نطول خلق وياهم ونخلي لهم retentive appliance أو retention فترة أطول من المعتاد. النقطة D spacing between the maxillary central incisor with an otherwise normal occlusion يعني عندي كلها normal occlusion ما عدا two central صار بيناتهم space. هذه الكيس طبعا نعتبرها إحنا علاجها جدا صعب لان يعني باقي الاسنان قاعده كلها في كلاس 1 وبس هذول التو سنترال بيناتهم سبيس فاذا جبتهم وقربتهم للميد لاين راح يصير السبيس ديستال تو ذا سنترال يعني بقى عندي سبيس فلازم اما اوزع السبيس على باقي الاسنان يعني احرك كل الاسنان الاخرى يا اما اشوف لي طريقه يعني اشيل السبيس اللي بالميد لاين واخلي لهم مثلا فولينج فولينج على اللاترال أو فولينج من جهة الديستال سايد أوف ذا سنترال حتى أتلافى الوضع يعني ما أقدر ألعب باقي الأسنان فلذلك نقول عليهم هذولا يحتاج لهم permanent أو semi permanent retention أطول وياهم فترة طويلة حتى لا يرجعون يصير بهم ريلابس. أنا بالمحاضرة دا ينطيكم types of retainer واللي شرحتها أنا على سلايد عندنا ثلاث أنواع اللي هي removable والfixed والاكتيف و ideal requirement of retainer appliance يعني أنا جيت راح أسوي الريتينر شنو راح أخلي بي عندنا إحنا بالمختبر بالعملي الريتينر مالتنا دائما نخلي له هولي آرش آدمز for retention C class on the anterior region ونخلي الأكريليك اللي يجمعهم والإضافات الأخرى والموديفيكيشن اللي نسويها حسب الكيس اللي عندنا. فهنا بالمحاضرة يقول the ideal requirement شنو هي المتطلبات اللي أريدها حتى أسوي retainer راح أخلي بهذا الجهاز اللي أستعمله for retention. النقطة الأولى it should restrain each tooth in its direction of relapse يعني احنا راح نحط هذا retentive appliance بحيث تمنع السن انه يرجع مرة ثانية يصير بي relapse ويرجع على موقع الخطأ. النقطة الثانية it should permit the forces associated with functional activity to act freely on the teeth permitting them to respond in as nearly a physiologic manner as possible. يعني إذا تشيك أو اللبس ده تضغط على الأسنان نحاول نلبسه الليب بامبر من جماعة ماي فانكشنال أبلاينس حتى يبعد الشفة ويقلل تأثيرها على الأسنان. النقطة الثالثة it should be as self-cleansing as possible and should be reasonably easy to maintain optimal hygiene. طبعا احنا ما راح يجينا البيشنت راح ناخذ له امبريشن وراح نطلع له هذا الجهاز ورا ما خلصنا التريتمنت فهنا انا راح نقول له حافظ عليه ايضا استمر فرج اسنانك فرجه نظفه وهو متعود هاي اذا ريموفبل اذا فيكس راح ايضا نعطي له تعليمات شلون يحافظ عليه لان الهايجين والمحافظه على الاسنان جدا مهمه حتى لا يصير بهم كاريز نتيجه استعمال retentive appliance for long period. النقطة الرابعة should be as inconspicuous as possible aesthetically good يعني لازم احنا يعني ناخذ في نظر الاعتبار انه البيشنت راح يتحمله يلبسه يبقى بحلقه في سنين وكذلك ما ياثر على المنظر مالته ما يكون اقلي لان راح يطول وياه فتره طويله. النقطه الخامسه strong enough to bear the rigors of day to day
يوزج، يعني احنا كلتنا دائما نسوي من الاكريليك، وهو معروف عن الاكريليك اذا ريموفابل اكريليك نوعه جيد حتى يقاوم بالحراره بالاكل بالتفريش ما يتلف بعد مده 3 اشهر 6 اشهر او سنه. فهاي ما 24 السلايد اللي يبين بي الفيكس ريتينر شلون راح يصير شكله. فأنتوا تحفظون المحاضرة مالتكم وتطبقوها على السلايد وتشوفوا وصارت عندكم فكرة واضحة ما هو الفيكس. هسه يقول ادفانتج اوف فيكس ريتينر، أيضا لازم أنتوا تحفظوها نقاط تعدادات تحفظوها وتعرفوها. disadvantage be disadvantage. هسه نجي على removable retainers، هي هاي اكثر شيء اللي احنا متعودين عليه ونشتغله، وحتى ممكن انتو general practitioner ايضا تشتغلوا بالمحاضرة. يقول these are the most frequently delivered retainer، اكثر شيء نستعمله، اكثر شيء في حياتنا بالتقويم نستعمله removable. clinical بالclinical practice removable retainer are passive appliance، من راح نخليه اسميه passive appliance، يعني ما بي any type of force or ما بي any spring which can apply force on the teeth، لا بي that spring ولا finger ولا غيره ولا buccal canal retractor، ما بي أي واحد من ال active component، مشيولة من ال active component، باقي بس الآدم والهولي for retention. فأسميه passive appliance that cannot be removed and inserted by the patient. That can be removed. ممكن يشيله ويرجعه فسميناه removable. من أنواعه أولا هو الهولي retainer. تشارلز هولي هذا اسم العالم designed the هولي retainer بال 1920. It's the most popular removable appliance in use. هواية كلش هواية هو اللي نستعمله دائما. The retainer consists of a labial bone مثل ما قلنا وراويتكم إياه بالسلايدات extending from canine to canine with retentive clasp اللي هو الآدم على the first permanent molar. It has good retention and is capable of by itself prevent the extraction spaces from opening up and it's capable of closing minor spacing in the anterior segment. ممكن نكمل بي باقي الشغلات إذا عندنا. النوع الثاني يسميه هاوليز ريتينر with long labial bow. هذا النوع الثاني موجود أيضا بالسلايدات موجود يمكم تقدرون ترجعوا لهن وتشوفوا. A simple modification to the original appliance where the labial bow على شكل U loop on the premolar distal to the canine. This modification allow the closure of spaces distal to the canine. إذا باقي عندي بعد شوية space ورا الكناين استعمل هذا الهاوليز ريتينر اللي هو أسد بي السبيس المتبقي عندي. Or Beggs Retainer. The Beggs Retainer is named after the late F.R. Begg. هذا اسم العالم. Who was responsible for the popularizing this retainer. طلع على اسمه وسوى بي modification فسمى Beggs Retainer. In this retainer the labial bow extend distally posterior to the last erupted molar. راح يروح هذا اللي ورا. To be embedded in the acrylic base plate. It's ideal for the case where settling of occlusion is required, especially in the posterior segment. يعني بعدني محتاجة بعد شغل بالposterior segment أريد أعدلها وممكن أكملها بهذا retainer. As there is no wire framework crossing the occlusion. أروح على البوستيرير وأعدلها. هسا راب راوند ريتينر حكينا وشفناه بالسلايدات أيضا وهذا الأخير هو أوزماز انفيزبل ريتينر اللي دا يستعمله الانفيزبل اللي هو شفاف الكلير يستعمل بس على الأسنان وممكن إذا عندي بعد سن أو اثنين ما متعدلات ممكن يعدله باي ذا واي. النوع الأخير من الريتينرات سميناه active retainer وصورته أيضا موجودة عندكم. هنا عندي سلايد بالبرزنتيشن سلايد نمبر 26 يعني 26 أكو دا يستعمل الساند بيبر أو المنشار الصغير يسوي سلايزنج in between the teeth يعني أخذ ربع مليم من الديستال سايد مال هذا التوث وربع مليم من الميزيال سايد مال other tooth حتى أسوي لي شوية space
مثلا اخذ من السكس انتيرير تيث بهالطريقه، فشيء جدا 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 بسيط حتى ما ياثر على الاسنان، ما يروح الانامول لاير مالته، وما يصير بها سنسيتيفيتي، وما يصير بها كاريز مستقبلا. فحتى احافظ عليها شويه بالساند بيبر، شويه ابرد الدستال سايد مال هذا التوث والميزيا سايد مال الادجيسنت توث، واسوي لي سبيس اذا عندي very 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 simple crowding بلا ما أشلع سن، بلا ما أأذي البيشنت، حتى أقدر أسوي لي سبيس أدخل الكنان وأعدله، أو any other tooth rotated حتى أعدلهم. فأنتوا شوفوا هذا اللي موجود بالسلايدات والصور. والأكتيف ريتينر يقول هو أكتيف ريتينر is a contraindicated in term since a device cannot be actively moving teeth and serving as a retainer at the same time. It does happen, however, that relapse or growth change after orthodontic treatment lead to a need for some tooth movement during retention. Hence, the name atypical hollow retainer, if used initially to close a small amount of band spaces, can be considered an active retainer. احنا من نقول active retainer، هنا بالمحاضرة يقول ال active retainer is a contraindication in term since a device cannot be actively moving teeth. هو retainer ما بي اي يعني اي مثلا ما بي اكتف كومبوننت اللي تنطيني الفورس اللي انسلطها على الاسنان حتى تحركها، فاذا هو ريتينر ما بي اي شغل، ما راح يبدل لي الاسنان. فيقول هنا cannot be actively moving the teeth، ما راح يحرك لي اي سن، and serving as a retainer وفقط شغلته for retention تثبيت الاسنان في مكانه، at the same time هي شغلته وفقط تثبيت الاسنان. It does happen, however, that relapse or growth. إذا أكو عندي راح يصير عنده growth هذا patient ممكن نتوقع relapse راح يصير. Change after orthodontic treatment lead to a need for some tooth movement during retention. Hence the name a typical hollow retainer if used initially to close a small amount of band space. سابقا كانوا يخلون باندات على كل الأسنان حتى يحركوها، فمن نشيله وينتهي العلاج تبقى spaces between the teeth، فيريدون يسدون هذه spaces حاليا ومستقبلا هذا الشيء راح، لأن قمنا نستعمل اللي البراكتس، البراكتس ما تترك فراغ بين الأسنان، فهذا الخطوة ما نحتاجها. أكتف روتينر قليل الاستعمال، إحنا حركنا ووصلناها مرحلة كلاس 1 ومقبولة استاتيكلي أن فانكشنالي ونحط الروتينشن آخر شيء. فلذلك يقول but the term usually is reserved for two specific situations: realignment of irregular incisor with the spring retainer and management of a class 2 or a class 3 relapse tendencies with modified functional appliance. إذن هذه يقول active retainers أنا هستعملها في حالات معينة اللي هي هاي الحالتين اللي واصف لكم إياها، في حتى تحافظ لي أو تكمل لي التريتمنت مالتي، لأن إحنا متوقعين الجروث هو اللي راح يغير أكثر شيء. فلهنا أنا تنتهي المحاضرة، وأشكركم الشكر الجزيل وأتمنى لكم الموافقة، نلتقيكم مستقبلا. باي.